ما حكم غسل فرج الطفل؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ. نقول إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب. ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو بضعة منك. فإذا مسسته كما تمس مثل بقية الأعضاء، ومعلوم أن الإنسان لا يمس الأعضاء غير الذكر لا يمسها للشهوة أبدا، أليس كذلك؟ طيب، نقول إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك، وإن مسسته بشهوة فعليك الوضوء، لأنه ربما يخرج شيء منك مع الشهوة من حيث لا تشعر. نعم، الخلاصة أن مس الذكر ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، والذي يغسل فرج الصبي ما لا قطع ليس عنده شهوة. مس الذكر الصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله طلق عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا. والمس لا بد أن يكون من دون حائل، لأنه إذا كان بحائل لم يكن مسه، لكن مع ذلك نقول الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ. والدليل على هذا حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا هو الجمع بين حديثها وحديث طلق بن علي. لا بأس، يعني أثناء مثل رجل توضأ ثم تروش وفي أثناء تروشه مس ذكره، نقول لا حرج، لا حرج عليه ولا يجب عليه إعادة الوضوء. كذلك لو كان الرجل توضأ ثم لما أراد أن يربط سرواله مس ذكره أيضا لا يضر ولا ينتقض الوضوء بذلك. نعم، مثل الذكر باليد ينقض الوضوء. القول الراجح عندي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان من شخص آخر فنقول نفس الشيء. وبناء على ذلك فالمرأة إذا وضعت طفلها ومست ذكره فإن وضوءها لا ينتقض.